الكابتن وائل جمعة يتحدث عن هذا الفوز الكبير. أعرض نتيجة يسجلها الأهلي المصري في دور نصف نهائي في تاريخه، وأكبر فوز للأهلي المصري على فريق تونسي في تاريخه، وأسوأ خسارة للنجم الساحلي في دوري الأبطال في تاريخه. نتائج وحقائق تسجل بالنسبة لهذا اللقاء. الأهلي المصري بمن حضر، الأهلي المصري لا يتأثر بغيابات ولا بإصابات، الأهلي المصري ثقافة وتقاليد لا تقف عند لاعب ولا عند نجم ولا عند مدرب ولا عند أي شخصية. الأهلي هي الأهلي، هي أنتم تقولون روح الفانيلا الحمراء دائما موجودة، وهو ده اللي اتأكد في مباراة النهاردة. مهند، دي موروثات بتتوارث في تاريخ النادي الأهلي، مقولة بتتكرر مع كل الأجيال، الأهلي بمن حضر. النهاردة قبل المباراة لو سألت أي مشجع ومحب للأهلي كنت تتخيل السيناريو ده، يقول لك لا أنا متخيل النادي الأهلي مستحيل واحد أو 2-0 بالكثير جدا. إنما النادي الأهلي النهاردة استحق الفوز برغم الأخطاء الكبيرة اللي وقع فيها لعيبة النجم الساحلي. إنما النادي الأهلي النهاردة كانوا اللعيبة ملتزمين جدا، ملتزمين بالطريقة، حافظين فريق النجم الساحلي، قفلوا مصادر الخطورة على النجم. اللعيبه تفوقوا على نفسهم بشكل كبير جدا، وجود الجمهور، الملعب مليان بكثافه زي ما احنا شايفين، كان دافع لمجموعه من اللعيبه متشوقه انها تشوف جمهور الاهلي. اللعيبه نفسها مهند تتفرج تشوف النادي الاهلي، نفسها تلعب المباريات بجمهور عشان يحضروا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فاعتقد ان ده كان سبب كافي للعيبه تتفوق على نفسهم. طيب وائل جمعه، الناس ساعات بتزعل منه، انا شايفه كان بيتكلم بشكل موضوعي جدا يعني. لا خد بالك المذيع الاستوديو هو بيقول ايه وهو بيساله. تاريخ تاريخ تاريخ. لا، ان هي موروثات الاهلي تؤكد على انه نادي لا يقف على لاعب. لانه يا جماعه بصوا، الكابتن حسام البدري بيواجه هذه المباراه ينقصه اهم 3 لعيبه في مسيرته البطوله. لو واحد بس غاب عن فرقه كان مدربها ولول. مفيش اهم من عبد الله السعيد، من حسام عاشور، من احمد فتحي. بصوا الثلاث لعيبه تقال جدا في لو بصيتوا على يتعبوا منتخب مصر. لو بصيتوا على مشوار الاهلي في البطوله من بدايتها هتلاقوا دول تقريبا اهم 3 لعيبه، اكتر 3 لعيبه شاركوا، واكتر 3 لعيبه كان لهم دور مؤثر. الثلاثه مره بعدين واحده يفقدهم الاهلي. ده انت نبهتني لنقطه، ويفقد صالح جمعه بعد نص ساعه، بعد نص ساعه واحد من اهم اللعيبه في الفتره الاخرانيه. يعني ويقدر يتغلب على كل هذه المشاكل بسيناريو تكتيكي رائع جدا ومؤثر جدا وموجع جدا للي في بالنا.